الغيرة العراقية ليست جملة عابرة، يتم تكرارها في كل حدث، لا هي موقف، بالفعل هي موقف إنساني. أحيانا جود العراقي بنفسه في سبيل الآخرين، طريق السريع الدولي الرابط بين البصرة وبغداد تحصل فيه الكثير من الحوادث بسبب السرعة المفرطة، والتوقف في هذا الشارع وبهذا السريع جدا صعب، لكن التوقف من أجل المساعدة أحيانا فيها نوع من الخطورة. لماذا؟ لأن هذا سريع والسيارات تكون جدا مسرعة، لكن العراقيين لا يعرفون إلا الخير إن شاء الله والمساعدات دائما. ويعني هذا الفيديو هو يعبر عن مدى شهامة العراقيين. تعالوا أنا نشوف هذا الفيديو. لمو سمك أخوتي، أي مولاي بدوي قلبك، لموهن اخوت النشامه، هاي الغيره العراقيه. هلا والله، هلا والله، اي مولاي بدوي قلبك، شيل السياره قبل اخوي 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 اي ابو محمد. هاي هاي كبير، هاي جات تركب على الكبار. اخوت اخوتي، هاي انقلبت السياره بالسماء ومال سمك، حاليا هسه احنا واقفين عليها وقاعد نلم بالسمك. هاي النشامه العراقيين، شوفهم. شفنا وياكم هذا الفيديو مشاهدينا الكرام، يعني كميه الاسماك اللي موجوده بهذا المكان، وطريق سريع انه قدروا يعالجون الموقف بهذه الروح الجميله وايضا الروح الاجمل من خلال حامل الكاميرا اللي صور هذه اللحظات وهو يوثقها بابتسامة وفرح، وهو أشبه بمعلق مباريات كرة القدم. تحياتنا إلى الغيرة العراقية، وأهل العراق دائما هم غيارة ونشاط.